هذا وانطلقت جلسات قمة حوار المنامة صباح اليوم بجلسة لوزير الدفاع الأمريكي الذي قيم التحديات الأمنية الرئيسة في الشرق الأوسط. تلتها جلسة لمعالي وزير الخارجية الذي أكد على أهمية التحالفات والشراكات بين دول المنطقة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والسياسية. في نسختها 14 واصلت قمة حوار المنامة استضافتها لنخبة من المسؤولين الدوليين والمفكرين وقادة الرأي لمناقشة أبرز تحديات المنطقة والعالم ولمواكبة المستجدات والظروف الراهنة. حوار المنامة، غابت إيران ولكن حضر مشروعها، هكذا بدأت أولى جلسات اليوم الثاني بعد أن طوت القمة صفحة اليوم الأول بكلمة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي أدان إيران وبرنامجها النووي وشدد على أهمية الشراكة مع دول الخليج في المحافظة على استقرار المنطقة. إحنا من مصلحتنا أن نتعامل مع الأمريكان ومصلحتهم يتعاملوا معنا من منطلق أننا نريد استقرارا، نريد عدالة، ونريد أن إحنا نسير نحو المستقبل بخطى ثابتة ويساعدونا فيها. إنما ما يصحش إن إحنا ندخل في عمليات وسياسات تؤدي إلى زيادة الانقسام وتهميش قضية زي قضية الفلسطينية، وإدخلنا في مرحلة ممكن إنها تكون مرحلة instability، مرحلة عدم استقرار كاملة. استمعنا إلى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس والذي تحدث عن الوضع الأمني في العالم، كما أشار إلى خطورة الأسلحة النووية وإلى أهمية الاستقرار الدولي. وبالتأكيد هنا في مملكة البحرين يتوفر السلام والأمن منذ آلاف السنين، لذا كانت البحرين المكان المناسب لاحتضان هذه القمة. وقد تحدثت مع وزير الدفاع الأمريكي في عدة محاور، منها مركز الملك حمد للحوار بين الأديان وكيف من الممكن أن تساند الولايات المتحدة الأمريكية هذا المركز بما فيه من رؤية وأهداف سامية. وقد شكر وزير الدفاع جيمس ماتيس جهود ملك البحرين السابقة والحالية لأن هذا هو أعظم سلاح في وجه التهديدات الإقليمية والدولية. أما الجلسة الثانية فقد أدارها معالي وزير الخارجية بحضور معالي وزير الخارجية السعودي، حيث وقف على أهمية التحالفات والشراكات مؤكدا التزام مملكة البحرين بدورها الداعم لكافة الجهود الهادفة لحماية الشرق الأوسط. قياداتنا في المنطقة لديها حلم، وهذا الحلم يقوم على أسس، على صناعة أمل، على موضوع مشروعنا مشروع نور مواجه لمشروع ظلام لدى الآخرين. كلام الوزيرين كان كلام عن ثقة في المستقبل، عن ثقة في إمكانياتنا، عن تضافر كل الجهود واجتماعها من أجل صناعة مستقبل أفضل بأيدينا، وأيضا صناعة شراكات وتحالفات واضحة تخدم منطقتنا وتخدم الأمن والاستقرار العالمي. التعاون ممكن، لا يعني أنك تختلف في موضوع أنك تغلق أوجه التعاون، أوجه الحوار. وكما سمعنا من معالي وزير الخارجية اليوم أن البحرين لها سياسة واضحة، وأن البحرين بلد التسامح. وسمعنا أيضا معالي وزير الخارجية السعودية، فأنا يعني بقول أن من منطلق حوار البحرين الدعوة إلى الأمن والسلام بالإضافة للتنمية هم عنصر مهم جدا في الوقت الحالي. نطلب من الجميع الاستمرار في نشر هذه الثقافة. أكثر من 50 مسؤولا ودبلوماسيا من نحو 25 دولة شاركوا في هذه القمة التي تناقش محاور عدة، منها السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، العلاقات المتحولة ونظام الشرق أوسطي الناشئ، الصراع والدبلوماسية في المنطقة وغيرها من الملفات. في هذا الملتقى تتواصل الجلسات النقاشية، من خلالها توضع النقاط على الحروف، وفيها ترتيب أوراق تعنى بالجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، لا سيما فيما يخص منطقة الشرق الأوسط. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.